عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي الفلاوين، معكم مستينا مؤسسة مدرسة الركن الإنجليزي للتعليم، مدربة وأستاذة لغة إنجليزية. إذا كانت أول مرة تشوف فيديوهاتنا، ما عليك إلا الاشتراك بقناتنا. نعم، كما شفت في الفيديو تاع نهار اليوم، حيكون عندنا سلسلة مخصصة لكم أنتم طلاب شهادة البكالوريا اللي عندكم امتحانات نهائية. أول فيديو في سلسلتنا نهار اليوم اخترناه باش يكون حول if conditional. حنتعلموا كيفية تكوين جمل شرطية باستعمال كلمات اللي عندها نفس المعنى تاع if. if conditional موجود كذلك الدرس في لغتنا العربية، ما يسمى بإذا الشرطية، وفي اللغة الإنجليزية نسميه if conditional. من المعروف المتداول في اللغة الإنجليزية أنه لما الإنسان يحب يروح يكون جملة شرطية يروح يستعمل directly كلمة if، ويجهل الكثيرون أنه كاين كلمات أخرى ممكن نستعملوها في مكان كلمة if، ويكون جملك الشرطية مكونة بطريقة صحيحة 100%. We use if to introduce conditional sentences, but it exists all the words and expressions that they have the similar meaning to if. قبل ما نبدأ شرح درسنا نهار اليوم، كاين شيئين أساسيين لازم تعرفوهم. الشيء الأول that there are four types of if conditional. كاين أربعة أنواع تاع if conditional: type 0, type 1, type 2 and type 3. كل نوع نستعمله في حالة معينة ونستعمله معه زمن مختلف. كل نوع فيه مزيج ما بين زمنين. We use two tenses in each type except in type 0. Type 0 نستعمله فيه زمن واحد هو present simple. واليوم هنهضروا على if conditional type 1، وهذا هو الموجود في منهجكم الدراسة. We you need to know also the second thing that conditional sentences contain two parts. The first part we call it if clause, and the second part we call it result clause or the main clause. الجمل الشرطية بصفة عامة متكونين من جزئين: جملة الشرط وجملة جواب الشرط. جملة الشرط هي اللي تكون فيها الأداة if ولا الكلمات اللي حنتعرفوا عليهم اليوم، وكاين بعدها فاصلة، واللي يجي وراء الفاصلة هي جملة جواب الشرط. What we call in English result clause or the main clause. ماذا نعني بكلمة clause؟ clause تتضمن مجموعة من الكلمات generally subject and verb، يعني عموما ما يكون فيها فعل وفاعل. In if conditional type 1 we use two tenses. In if clause we use the present simple, then we put comma, and in the result clause we use the future. Present simple is easy, we add s with she, he, it, and the future you need to add will before the verb or before the stem. في if conditional النوع الأول نستعمل زمنين، أول زمن هو الحاضر البسيط والزمن الثاني هو المستقبل. أول مثال: if it rains we will cancel the match. If it rains, we will cancel the match. It is a conditional sentence that contains two clauses. We have if clause and we have the result clause or the main clause. هذه جملة شرطية متكونة من جزئين. الجزء الأول فيه جملة الشرط والجزء الثاني فيه جملة جواب الشرط. If clause لأنه جملة الشرط لأنه تحتوي على أداة if، وبعدها نعملو فاصلة بعد ما نكملو first clause اللي فيها subject هنا it and الفعل rains صرفناه واستعملنا الزمن present simple. With the present simple we add s with she he it، وهنا طبقنا القاعدة وضفنا s مع the personal pronoun it. بعدها نعملو فاصلة ونكتبو الجزء الثاني اللي هي the main clause. إذا ما تكونش the first clause، إذا ما كانش جملة الشرط، عمرها ما حتكون جملة جواب الشرط، ما يجو مرتبطين. فاحنا في هذه الجملة الشرطية ندعملو ما بيناتهم، نفرقو ما بيناتهم بفاصلة، نفصلو ما بيناتهم بفاصلة. عنا في الجزء الثاني we will cancel the match. We will cancel the match استعملنا the future. كيفاش عرفنا؟ بعد ما عملنا الفاصلة وكوننا the second clause استعملنا قبل الفعل cancel will. So we use will to conjugate the verb in the future. When we want to conjugate the verb in the future we use will. وهنا طبقنا القاعدة، حبينا نصرف الفعل في المستقبل زدنا له will.
كذلك راح نشوفو مثال آخر. If I get a promotion, I will buy a car. إذا يرقيوني يعطوني ترقية معناتها يطلعوني في الخدمة، أنا حنشري سيارة، سوف أشتري سيارة. دائما دائما في جملة الشرط if close نستعمل the verb in the present simple دائما. ومن بعد في second part اللي هي the main close دائما نستعمل الفعل في المستقبل in the future في جملة جواب الشرط. الآن نروح نشوف الكلمات اللي ممكن نعوض بها if. نقدر نستعمل as long as، تعني كذلك only if، إلا إذا، ونقدر نستعملوها مع هاد two examples بلا ما يتغير المعنى ويبقى دائما جملنا صحيحة. For example, as long as it rains, we will cancel the match. As long as it rains. نطبق عليها نفس القاعدة كما استعملنا مع if، الفعل يجي مور if صرفناه في present simple. نفس الشيء بما أنه as long as هي synonym تاع if، حنطبق نفس القاعدة as long as it rains we will cancel the match. نفس الشيء إذا استعملنا كلمة أخرى، عندنا كلمتين اللي متشابهتين كثيرا. أول كلمة providing that and we have provided that، كلمتين متشابهتين عندهم نفس المعنى، هو المعنى تاع إذا، يعني نستعملهم في الشرط. الفرق ما بيناتهم يقول لك أنه provided is more formal، provided that is more formal معناتها أكثر رسمية، أكثر من إنسان يكون لبق أكثر، لكن هذا ما يأثرش عن المعنى. عندكم كل حق في اختيار providing that ولا provided that، عندهم ممكن تستعملوهم both، ممكن تستعملوا كذلك as long as اللي ذكرناها من قبل. يلا نشوفوا كيفاش ممكن we replace if by provided that and providing that. We have providing that I get a promotion I will buy a car. كذلك provided that I got a promotion I will buy a car. كاين شيء لازم تعرفوه انه ممكن تبداو بجملة جواب الشرط وهذا ما يأثرش على المعنى. ممكن تحب تبدا I will buy a car providing that I get a promotion. المهم حتى إذا بديت بجملة جواب الشرط، أعمل شيء في بالك أنه بعد providing that لازم دائما يكون الفعل in the present simple. نفس الشيء إذا درنا provide that، نفس الشيء إذا استعملنا as long as and if. بعد كل هذه الكلمات الشرطية الفعل يكون in the present simple. عندي كلمة حبيت نعطيها لكم كذلك ممكن تستعملوها، هي on the condition that. On the condition that وعندها نفس المعنى تاع providing that provided that as long as. On the condition that you pay me extra I will work on the weekends. وحنا عملوا شرط، قالوا نعمل في العطلة الأسبوعية في الويكند شرط أنك تدفع لي أكثر، يعني تخلصني أكثر. On the condition that you pay me extra I will work on the weekend. هنا طبقنا نفس القاعدة، بعد كلمة أو the expression on the condition that استعملنا the present simple. You pay me، the verb is in the present simple. بعدها نستعمل نعمله فاصلة ونصرف الفعل الثاني في the main clause or the result clause in the future. Easy peasy lemon squeezy، سهلة مهلة، ما عليكم غير أنكم تركزوا وتستعملوا هاد الكلمات interchangeably، معناتها تقدروا تستعملوهم وعندهم نفس المعنى تاع if في كل مرة واش تحبوا تستعملوا، والجملكم الشرطية صحيحة 100%.